4500 درهم. السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في فيديو جديد، نهار جديد، فلوج جديد، ما غاديش نقول وجهه جديده. اليوم غادي نبارطاجي معكم جوج حوايج كنتو شفتوهم في الستوري ديال الانستغرام، يعني كانوا وصلوني. اول حاجه كانت وصلتني من اليو اس اي اللي هي هذه، يعني هذا جوجل ادسنس، مكتوبه فيها جوجل ادسنس. واول مره غندير فلوج وانا كنشوف راسي يعني دايرو بالسيلفي، وهذا يعني كود ادسنس. اي واحد منكم داير لاشين في يوتيوب راه غادي يكون عنده هذا، ولكن خصو يحقق شي شروط غادي نتعرفوا عليهم من بعد. وشنو هو اصلا يعني من بعد غادي نتعرفوا بعدا على جوجل ادسنس، يعني شنو هو جوجل ادسنس، شنو هو يعني دوك الشروط اللي خصهم يكونوا عندك باش يوصلك هذا الكود، يعني يجيك من اليو اس اي، من الولايات المتحده الامريكيه حتى الادغيس ديالك. هادشي كامل غادي نتعرفوا عليه من بعد. غادي نبارطاجي معكم، يعني غادي نحلوا هاد الكرتونه، غادي نبارطاجي معكم هاد الامانه اللي يلاه وصلت. هادي واحد الحاجه، يعني واحد الماتيريال شريته يعني من قبل في كاع الفيديوهات ديالي. كاين واحد المشكل، هذا راه معروف يعني من قبل في كاع الفيديوهات ديالي كاين واحد المشكل اللي ما تقدرش بسببه تكمل لا فيديو، يعني ماشي غير عندي، اي فيديو كان فيه داك المشكل ما غاديش تقدر تكمل لا فيديو به، يعني بداك المشكل. وهذا ان شاء الله غادي يكون حل داك المشكل، يعني بسبب هذا ان شاء الله ما غاديش يكون باقي داك المشكل. راه باين غير اللي ما بغاش يعرفوا المهم راه كاينين الناس عرفوا غير بديك داك السطوري اللي لحت انه بسبب هذا غادي تحل داك المشكل، يعني كاين اللي عارفين من داك السطوري حتى عارفين بالضبط المشكل اللي عندي. اول حاجه هذا سميتو بين كود، يعني بين كود ديال ادسنس. شنو هو بخلاصه؟ شنو هو جوجل ادسنس؟ جوجل ادسنس هو اللي كيخلصنا بكل بساطة. جوجل ادسنس يعني كتخلصو وكتخلص منه. غنوضح لكم هذوك اللي كيديروا الاعلانات، يعني فاش كتدخل اي فيديو، يعني مثلا هذا الفيديو نيت فاش دخلتي ليه طاح لك واحد الاعلان، يعني داك الاعلان هذيك الشركه بالضبط مثلا طاح لكم اعلان ديال اشهار اكس مثلا، هذيك الشركه اكس هي اللي خلصت جوجل ادسنس باش تلوح اعلانات في يوتيوب. وجوجل ادسنس هو اللي كيخلصنا ماشي يوتيوب، يعني كنتخلصوا من عند جوجل ادسنس بسبب الاعلانات ماشي يوتيوب. يعني بزاف ديال الناس واخدين واحد الفكره اللي هي خاطئه على اليوتيوب، يعني ان اليوتيوب هي اللي كتخلص. لا، جوجل ادسنس هو اللي كيخلص، ولكن من قبل. يعني هاد دابا غادي نهضر معكم شويه بشويه، يعني من الاول كدير لاشين ديالك. اول حاجه قبل ما تفعل لاشين ديالك راه خاصك توصل واحد الشروط، يعني خاصك تكمل واحد جوج شروط ضروري. دابا راه تزادوا ولا اربعه، المهم واحد جوج شروط مهمين باش تفعل لاشين ديالك. اول شرط هو 1K مشترك، يعني 1000 مشترك. ثاني شرط هو 4000 ساعه مشاهده. غادي ركزوا ليا بالضبط على 4000 ساعه مشاهده، ماشي هي 4000 مشاهده. يعني فاش كتلوح فيديو كتلقى فيه مثلا 4000 مشاهده، يعني شافوا 4000 واحد، راه ماشي هي 4000 ساعه. يعني يمكن داك الفيديو تكون فيه غير نص ساعه، يمكن داك الفيديو تكون فيه ساعه. بكل بساطه مثلا فيديو فيه ساعه شافوا 4000 واحد، راه ما كيعنيش انك وصلتي 4000 ساعه. يعني يقدر دابا ندخل انا لذاك الفيديو نكملو، يعني نكملو حتى لفان، راه كتحسب واحد ساعه. واحد اخر غادي يجي يشوف غير نص ساعه في داك الفيديو، راه كتحسب ساعه ونص مشاهده، يعني راه جوج مشاهدات ولكن تحسبات غير ساعه ونص. يعني خاصك توصل 4000 ساعه مشاهده. اغلبيه ديال الناس كيديروا فيديو مثلا كيديروا فيديو في 10 دقائق، يقدر تشوفوا 4000 مشاهده في 10 دقائق، راه ماشي هي 4000 ساعه. نفترضوا ان دوك الناس، يعني دوك 4000 مشاهدين اللي شافوا داك لا فيديو اللي في 10 دقائق كملوه حتى لفان، راه ماشي هي 4000 ساعه. يعني راه شافوا غير كدير غير العمليه الحسابيه، 10 دقائق ضربها في 4000 واحد، راه نقولوا 40000 دقيقه، راه ماشي هي 4000 ساعه مشاهده. دونك في هذه راه ما بقاش عندكم فيها شي مشكل. من بعد فاش كتفعل القناه ديالك، يعني كتربطها مع ادسنس، يعني كدير واحد كونت ادسنس. فاش كتحقق دوك الشروط كتصيفط الادسنس، يعني كتصيفط ليه انه بلي انك حققتي دوك الشروط، كيراجع القناه ديالك ما فيها شي كوبي رايت، ما فيها حتى حاجه. من بعد هو كيقبل لك لاشين، ها انت تقبلت لك لاشين ديالك، ولكن راه ما كيعنيش انه هذا غادي يوصلك. هذا كيوصل يعني حتى كتفوت 10 دولار، يعني حتى كتجمع 10 دولار في لاشين ديالك اللي هي تقريبا 100 درهم مغربيه. ملي كتحقق ميزه 10 دولار ديك الساعه يمكن لك انك يعني كيتفتحوا لك شحال من حوايج في جوجل ادسنس، منهم هذا البين كود هذا، يعني باش يوصلك هذا هو اللي تفعيل العنوان. ملي كتفعل ديك ميزه 10 دولار ما كيعنيش انه هذا غادي يوصلك
ديك الساعه. لا عندك شحال من حاجه باش جوجل ادسنس يفيريفيو معك، يعني تفيريفي الكونت ديالك، يعني التحقق هذا ديال العنوان. كيكونوا بزاف ديال الحوايج، يعني هذا ديال العنوان، هذا كيوصلك كتعطي لهم لادريس ديالك. كاين جوج كود تفعيل، كاين ديال العنوان وكاين ديال بنك، يعني الحساب البنكي. ديال الحساب البنكي كتعطي الريف ديالك والسميه، من بعد كيصيفط لك واحد المبلغ. علاش بالضبط خاصك تجمع 10 دولار؟ حيت كيختار واحد القيمه التقريبيه من ذاك المبلغ. بحالي انا دابا يعني يقدر يقول لك لقد ارسلنا اليك مبلغا يقل عن درهم واحد، او لا يقل عن 5 دراهم. يعني هما باش تخلي لهم ذاك المجال انه تحد ما غاديش يجبد ذاك المبلغ. يعني شحال، شوف انت كاين مبلغ، يعني كاين رقم وجوج ارقام بعد الفاصله، يعني مثلا درهم فاصله 92، درهم فاصله 86، 3.68. يعني كتكون فرصه انه من بين صفر، يعني صفر درهم، تل 10 دولار، يعني 100 درهم. هما يعني كتكون عندهم الصلاحيه باش انهم يعرفوك انك انت مول ذاك الحساب البنكي. كما كنقول فلوس رجعني لهضرت. المهم هذا ديال العنوان، يعني العنوان فاش مثلا فاش القناه كتوصل 100,000 مشترك راه كيكون الدرع، الدرع الفضي، و 1,000,000 مشترك راه كيكون الدرع الذهبي. يعني هذاك الدرع كيوصل بالضبط للعنوان ديالك. داكشي علاش هذا بالضبط كيصيفطوه للعنوان، حتى كدير لهم العنوان. من بعد واحد 15 يوم او 20 يوم كتمشي للبوسطه وكتلقى فيه هذا البين كود، يعني وكتلقى فيه واحد الكود اللي انت خاصك ديروا ليهم. هادشي كامل بحال الواتساب، بحال الفيسبوك، بحال اي تطبيق كيطلب لك تاكيد الهويه. غير هما بديك النمره كيصيفطوا لك، يعني مثلا دخلتي الواتساب درتي النمره كيصيفطوا لك واحد الكود لديك النمره، يعني باش كيعرفوا انك انت مول ديك النمره. نفس الحاجه في جوجل ادسنس، يعني كيعرف بلي داك الحساب البنكي ديالك وبغى يعرف بلي داك العنوان ديالك. داكشي علاش كيتصيفط هذا من اليو اس اي، من الولايات المتحده الامريكيه. هذا دابا غادي نحلوه، من بعد نرجعوا للهاد. ها انتم الاخوان، بالنسبه للبين كود ديال الادسنس هكا داير، غادي نحاولوا نحلوه دابا. قبل غادي نوريكم شنو اللي كاين في اللور، يعني ما غاديش ندور حيت كاين معلومات. اللور راه كيكون هكا، يعني البلاصه فيها السميه والعنوان كما كتشوفوا، محمد بن سيموح مروكو، يعني هكا داير من اللور. دابا غادي نحل غادي نحلوا هاد البين كود، غادي نحلوه دابا. راه مكتوب هنايا مكتوب ازيل، يعني خاصك تقرا من هنا ازيل الحواف، يعني هو داك يتقطع من هنا. نحاولوا نقطع شي بشويه، انتما كما كتشوفوا هذا هو الادسنس. يعني دابا غادي نحل انا نشوف بعدا شنو فيه، عاد ديك الساعه نوري لكم. كما الاخوان غادي نحلو دابا، غادي نوريكم داكشي اللي فيه. يعني هاد الجهه ما فيها والو كما كتشوفوا، هاد الجهه الاخرى فيها واحد الكود. انتما الاخوان بالنسبه للداخل ديالها هكا داير، يعني هاد الواجهه خاويه، هاد البلاصه فيها واحد الكود، يعني هاد الكود راه ضروري تدخلو. اول حاجه يعني كتمشي للخطوات، كتمشي للادسنس، الخطوه الثانيه يعني الرمز، المهم انك كيفاش غدير حتى تدخل هذا الكود. يعني هذا الكود بحال اللي قلتي غير التحقق من العنوان، ان هذا العنوان كاين. دابا ملي حلينا هذا وشتو كي داير، يعني شتو لانه عباره عن كود، عباره يعني وشرحت لكم كاع داكشي اللي فيه. غادي ندوزو لهادي، يعني ما كاين لا فلوس لا والو. يعني ما يجيش شي واحد يقول لك مثلا راه غادي تحل هذا وغادي تلقى فيه 4500 درهم، شوف اش من نيتك. المهم ندوزو لهذا.